السلام عليكم ومرحبا بك في هذه الدوره المصغره ديال الاساسيات ديال الرياضيات. شوف، حاول ما امكن انك تستغل هذا الوقت هذا وتستغل هذه الدوره هذه. شوف، من خلال التجربه ديالي ديال العام اللي فات لاحظت بلي مجموعه ديال التلاميذ الحاجه اللي ناقصاهم وخصهم وقت طويل باش انهم يضبطوها وانهم يقادوها هي الاساسيات. عنده شي مشكل ديال الماط في الكوليج ولا في الترونكوما، يعني في السانكيام ولا في السابعه ولا في الثامنه، وداك المشكل بقى معاه حتى للباك، وفاش كيجي كيعالجو يسحب ليه بلي راه المشكل عنده في الباك ولا في الدروس ديال الباك. قالو كلا، المشكل جاي عنده قديم بزاف وما عارفوش، كتلقى هو براسو ما عارفوش. داكشي علاش حاول ما امكن انك تتبع معايا مزيان مزيان في هاد الدوره المصغره، حيت غادي نناقش فيها كلشي، يعني جميع المشاكل اللي كاين عند لي زيتوديون في الباك نحاول نحيدهم. سواء كنت تابعك باك سيونس فيزيك اس في تي ولا سيونس مات تكنيك، اي شعبه كيف ما كانت، سورتو الا كانت ساينتيفيك، راه هادشي كامل اللي غادي نشوفو غادي تحتاج فيه هاد لي باس هادو. دونك الشعبه ديالك ماشي بالضروره تكون سيونس فيزيك ولا سيونس مات ولا سيونس ايكو، هادشي كامل اللي غادي تشوف غادي تحتاجو. تقدر تكون دابا نيت كتقرا في الاولى باك، راه هادشي غادي ينفعك، وتقدر تكون حتى تابعك لي زيتود سوبيريور، يعني هاد العام عندك لا فاك ولا عندك الكلاس بريبا ولا تقرا في لانسا ولا شي ايكول اخرى، فهاد لاباز ديال المات غادي تحتاجها غادي تحتاجها. شوف، كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي نشوفوهم في هاد الدوره المصغره اللي يقدروا يبانوا لك بازيك، يقدروا يبانوا لك ساهلين وتقدر تحقرهم وتقول حيت عليا هادشي ندوز هادشي راه والو. انا كنقول لك بلي راه هاديك والو، وهاديك انك حقرتي واحد الموديول ولا واحد لابارتي هي اللي غادي تخرج عليك. دونك حاول ما امكن انك ما تزقل حتى شي موديول، انك تدوزهم كاملين بالتمارين ديالهم. راه عادي جدا انك تبدا من لاباس، وبالعكس راه حنا ما غنتعطلوش فيها بزاف، ولكن انا كنقول لك من هنا الا ما قدرتيش تصبر وتدوز هاد الدوره المصغره اللي مجانيه فابور غادي تستافد منها، فراك ما غاديش تصبر على داكشي اللي جاي، يعني الدروس الكبار وداكشي ديال الباك واللوغاريتم والاكسبونسييل وقوه القواعد وداكشي كامل ما غاديش تقدر تصبر عليهم وما تقدرش تواكب الدروس ديال الباك، خصوصا الا كنتي باغي دير سيونس مات، الا كنتي باغي دير علوم رياضيه. انا كنقول لك الا ما واكبتيش هادشي، الا فريم وما عالجتيش هاد المشكل هذا ومشيتيش دقه دقه، كون اكيد انه غاد فاش غادي تبدا تقرا في الدروس ديال الباك غادي تلقى مشكل كبير كبير بزاف. سينو غادي تجي وغتبدا دير مجموعه ديال التمارين في داكشي ديال الباك وغتبدا تخطأ وما تعرفش كيفاش خطأتي، ولا ما تعرفش اصلا تجاوب حتى على التمارين. علاش؟ حيت عندك مشكل كبير في لا باس. دونك حاول ما امكن انك تاخذ وقت وتدوز لي موديول كاملين وتواكب بشويه بشويه ودير التمارين حتى هما كاملين. عندك يصحاب لك باللي داكشي اللي غادي تفهم وداك الدروس ان شاء الله اللي غادي نديرو راه كافيين. لا، ما كافينش، خاصك انفو تسالي الدرس دير مجموعه ديال التمارين بس صافي كتضبط هذاك الدرس، كتعرف راسك بانك 100% ضبطتيه، دوز للدرس اللي موراه. ما حد دوك التمارين مازال عندك فيهم مشاكل، مازال كتخطا، ما تدوس للدرس اللي موراه، سير بشويه بشويه. راه هذه هي لا غيغ اللي كاينه في الماط. الماط دير بحال هكا سلسله، شين شي حاجه كتجيب شي حاجه، شي حاجه كتجيب شي حاجه، فما يمكنش تكون انت ما ضابطش لا باز وتجي كتبني فوق منها. لا، تا كنبنيو السيس مزيان عاد باش كندوزو للريتشوسي، تا كنساليهم الريتشوسي عاد باش كندوزو للبروميير ايطاج، وهي غاده. دونك ضروري 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 ما انك تمشي دقه دقه. هنا خصوصا كنهضر على الناس اللي عندهم مشاكل بزاف في الماط، اما اللي النيفو ديالهم صافا فخاصهم يشوفوا بالضبط فين كاين عندهم المشكل، يعني الحوايج اللي مازال ما ضابطهم. اما اللي كتشوف بانه فريم وعندك مشكل ولا غتبدا ازيرو ولا انقطعتي على الدراسه واحد المده اللي طويله، فانا كننصحك ضروري ما تتبع موديول بموديول، فيديو بفيديو، تفهم الدرس مزيان ومن موراها دوز للتمارين وتخدمهم مزيان. واحد الحاجه اخرى هي الا ما فهمتيش شي حاجه، الا لقيتي بانه مازال عندك مشكل في واحد الحاجه ممكن تكونتاكتيني ديك الساعه وتصيفط لي ميساج، بيتيتر نقدر نزيدها فيديو اخر بونوس نشرح فيها ديك القضيه نيت في هذا البلاتفورم دابا اللي تتفرج فيها. دونك كنتمنى انه الامور دابا تكون واضحه، دابا درت غير واحد التقديم بسيط على الماط وعلى هاد الدوره هذه فاش غادي تفيدك وعلى القواعد اللي خصنا نتفاهموا عليها من دابا، يعني ما تعولش على انك كيف قلت صافي راه اوتوماتيكمون داكشي راه غادي يولي عندك ودغيا غتبدا تدوز في لي موديول وغيولي عندك مع الماط دغيا. لا، راه بشويه بشويه حنا غادي كنبنيو، وكيف قلت الماط داير بحال هكا. وانا كيحمقني شي واحد فاش كيجي شهرين الاخرى فاش كيبقى الباك ولا شهر وجاي وعنده مشاكل كبيره في الاساسيات جايبه معاه من السادس الابتدائي وباغي يعالجها في شهر، الوغ غير البروغرام ديال الباك بوحدو خاصو عام، البروغرام ديال الباك بوحدو خاصو عام. يلا ضبطو مزيان، عما لما بغيتي زعما تمشي تافونسي بزاف راه خصك عدد ديال السوايع كثير. و الا كنتي سيونس مات
اسمعني مزيان، الا كنتي سيونس مات ولا دافع باك ليبر سيونس مات، الله يرحم لك الوالدين، تبع مزيان، راه كاينين بزاف ديال لي ديطاي اللي دابا تقدر تشوفهم عاديا، ولكن ان شاء الله ملي ندخلوا ليكور ديال الباك هذيك الساعه غتبدا تفهم علاش، وغنحتاجوا بزاف هاد لي نوصيون اللي غادي نشوفوا في هاد الدوره الاساسيه. سورتو سورتو الناس ديال سيونس مات، عاوتاني كنأكد راه لي باز هما كلشي. شحال واحد تيقول لي بلي انا كنت سيونس فيزيك وغادي ندير باك ليبر سيونس مات ولا غادي نقلب سيونس مات، كيفاش غادي ندير كيفاش غادي نتعامل، وكيحاول وكيتحارب عام كامل وفي الاخر كيجي بربعة ولا خمسة في سميتو في المات في سيونس مات. انا تنقول لك الا ما بديتيش من اليوم، الا ما هضمتيش هاد الاساسيات دابا عمرك ما غادي تافونسي. انا دابا علمتك كلشي، دابا في هاد الفيديو الهدف هو نحطوا هاد القواعد، وثاني حاجه يعني نوريك شنو هو الماط الحقيقي باش تحيد داك الماط اللي عندك في بالك، يعني داك الماط ديال كنحفظ التمارين ولا داكشي كيخرج ساهل ولا كدا. لا الماط ماشي بحال هكاك، انا نوريك شنو هما الحوايج اللي خاطئ ونوريك شنو هما الحوايج اللي صحيحه، وغادي نعطيك علاش خاصك تبغي هاد الماده وعلاش خاصك تقرا هاد الماده، يعني علاش خاصك تخصص لها وقت كبير كبير بزاف. والا كنتي باك ليبر عاود ثاني غنعطيك واحد النصيحه اخرى. شوف جاو عندي ناس قالوا لي بلي انا دابا كنوجد باك ليبر وشنو كيديروا، ماشي كيقراو لي الفرنسي، كيقراو لي في ليزوف، كيحفظوا لي في التربيه الاسلاميه، مشاو لي الاجتماعيات، ما عرفتش انا كيفاش كيضيعوا الوقت في واحد المواد اللي المعاملات ديالها صغيره ويقدروا بريباروا ليها في ميم با سيمانه جوج سيمانات. كنعرف بزاف ديال الناس في الجهاوي بريباروا في السيمانه الاخيره جابوا 15 16، وانت مخلي المواد اللي صعاب اللي المعاملات ديالها طالعين بحال الماط. الماط سيونس ماط راه المعامل ديالها 9، واش عرفتي شنو هي 9؟ راه النقطه ديالك تبدل ديال الباك كامل، راه تقدر هذيك النقطه اللي تجي في الباك نقطه واحده، ماشي 14 ولا 15، لا نقطه واحده تقدر تبدل السوي فريمون، تقدر تبدل انه واش انت غادي تجيب السوي ولا ما غتجيبوش ديال واحد ليكول. داكشي علاش ركز لي على الماط، ركز لي على الفيزيك. انا كنهضر دابا سورتو الناس ديال سيونس ماط، اما سيونس فيزيك حتى هما كيركزوا على الماط والفيزيك بالدرجه الاولى، ما كنقولش لك اهمل المواد الاخرين، ولكن راه هادو هما كلشي. انا جبت في الباك ليبر 18، ولكن علاش؟ حيت في الماط جبت فيه 19.5 والفيزيك جبت فيه 19.5. دونك تخيل معايا انه النقطه ديال الباك ديالي قريبه من النقطه اللي جبت في الماط والفيزيك، فلا كان شي حاجه غديرها دابا وغتبقى تقرا فيها دابا من دابا تقريبا حتى العام الجاي، تقريبا حتى شهر 2 ولا شهر 3 راه تكون هي الماط والفيزيك، هادو هما اللي غتبقى كتهرد فيهم، غتبقى كتعطيهم العصا بزاف. اما الا كنتي متمدرس فراه هادو هما خصهم يكونوا صحابك في هذا العام هذا، يعني لونغلي فلسفه مره غتطلع عليهم، ولكن الاساس ولا باز هو الماط والفيزيك، حيت غيقدروا يبدلوا النقطه ديالك. دونك هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو كيف قلت بعض القواعد ولا بعض الاشياء الاساسيه اللي خاصكم تعرفوهم على الماط، يعني انا عارف بلي عندك بزاف ديال الافكار اللي خاطئ. اول حاجه اللي بغيت نقول لك هي الماط ما صعيبش، الماط كيبغي التدرج، كيبغي الصبر، كيبغي تجلس مع التمرين وتبقى تفكر، وهذه هي اللي ما كاينش عند الناس بزاف. دونك الا ما كانتش عندك ديك القابليه ديال انك تشد واحد التمرين وتصبر واحد شويه وتحاول تفكر فيه، فالماط راه ماشي ديالك. سينو خاصك ديفلوبي هاد العيبه هادي باش انه يكون عندك مع الماط. بزاف ديال التلاميذ كيجي قدامه تمرين كيحصل كيبغي يشوف في الحل، الا كنتي غدير هادشي فانا كناكد لك بلي راه ما غتافونسيش، خصوصا عاوتاني الا كنتي سيونس مات. علاش؟ حيت في سيونس مات ولا حتى دابا الامتحانات ديال الرياضيات في سيونس فيزيك ولا اس في تي ما بقاوش دوك التمارين ديال كتحفظ وكتعرض، لا مشى هذاكشي. دابا التمرين كيبغي شويه تحل دماغك، يكون عندك مجموعه ديال التكنيك، مجموعه ديال لي ميثود، مجموعه ديال لي ميكانيزم اللي كيتحركوا اللي كتفكر بهم باش تجاوب هذاك التمرين. وهكذا كيفاش كنديفلوبي واحد المايند سيت ديال واحد خونا اللي ماتو، واحد خونا اللي عنده مع المات، ضروري كنبداو بانه خصو يكون عندك الصبر، خاص تكون كتصبر على التمرين وبشويه وتجرب وتشد السيلو ورقه وتكتب الجواب الاول وتكتب الجواب الثاني وتكتب كاع الحلول اللي ممكنه، عاد باش كنمشيو للتصحيح وكنضاروا مع التصحيح وكنفهموا التصحيح وكنشوفوا الاخطاء اللي درنا. دونك اول حاجه الماط راه ماشي صعيب، الماط كيبغي الصبر، كيبغي الوقت، كيبغي انك تجلس مع التمرين تقدر تبقى مع ساعه ساعتين ما كيهمش، ولكن في الاخر انفو كتشوف الحل ولا انفو كتحلو واحد لا ساتيسفاكسيون كتكون عندك، راه الخيال العلمي راه تيعجبك الحال بزاف. انا تنقول لك ماشي بحال حافظه، ماشي بحال انه جيتي دغيا بالزربعه رتيها ما تفرحش، ولكن الا قلبتي عليها وخدمتي واحد الخاصيه ودرتي هكا ومشيتي بشويه بشويه حتى وصلتي للحل، هنا كيعجبك الحال. والتمرين تبع التمرين كيبدا داكشي تيولي كيعطيك واحد الرضا، يعني كيولي عاجبك الحال وانت غادي كتافونسي، وما كاين ما حسن من هذا الاحساس انا نقول لك وانا مجرب. دونك الماط ماشي صعيب، الماط ما كيدخلش ليا العقل ديالي، راه انت اللي ما خليتيهش يدخل،
انت اللي دير واحد البلوكاج في العقل ديالك وكتقول بانه داك الماطر ما بغاش يدخل. لا خاص تجلس ليه بشويه بشويه، تمشي بالسلسله وتلقى الاستاذ اللي غيقريك داك الشيء، الاستاذ اللي غيحبب لك ديك الماده، ماشي شي واحد اللي جا من اللي كيدخل هو كيبدا عليك يلا الدرس الاولاني الاتصال يلا داله متصله ولا اف كونتينيو هي ليميت ديال اف لاكس اكس كتمشي لاكس زيرو اذا كتساوي اف لاكس زيرو. ماشي بحال هكا الاستاذ غيكرهك في هذه الماده. الا جا ديريكت وبدا معاك الدرس كيخص لقى واحد الاستاذ اللي يشد بيديك ويمشي معاك دقه دقه بشويه وينشطك شويه ضحكك شويه يوصلك مجموعه ديال الافكار بالضحك. فهنا استاذ واخا تكون الماده كيف ما كانت ماشي بالضروره الرياضيات غتولي ديك الساعات تعجبك وتولي كتسنى ديك الحصه ديال الرياضيات امتى توصل غير باش تدخل ليها وتستافد منها. دونك الا كان الاستاذ اللي كيقريك في المدرسه ماشي مزيان راه هضره ما كيعيش نهايه العالم. كاين مجموعه ديال الاساتذه في يوتيوب، كاين مجموعه ديال الاساتذه اللي تقدر تخدم معاهم ويعاونوك باش انه تاكسيري في هذيك الماده. ماشي انا ما كنبغيش ديك الماده صافي، راه يقدر يكون الاستاذ هو اللي منه المشكل، ولكن راه الحلول كاينه. ماشي داك الاستاذ ما كيعرفش كيفاش يقري ولا غير كيجي كيزرب علينا صافي، راه كيعني بانه جميع الاساتذه دايرين بحال هكاك. لا، كاين اساتذه اللي باسيوني كيعجبهم داكشي اللي يدير وكيعرفوا كيفاش يوصلوا الفكره. دونك خاصك تلقى غير الاستاذ المناسب ضروري، هذه مهمه مهمه. حيت انا جبت مني اكزومبل، انا في الباك ديالي في 2012 الفيزيك كان عندي واحد الاستاذ اللي ما نقولش خايب ولكن ما خلانيش على انني نفهم الفيزيك مزيان ونبغي نتعمق الفيزيك مزيان ويعجبني الفيزيك. ففي الاخير الامتحان كان تحط ديك الساعه صيف 2012 وجبت فيه 8 نورمالمون، حتى 5 ما كنتش فيه حتى نورمالمون في النقطه. ولكن العام اللي فات شونجمون توتال، يعني وليت جي في الفيزيك 19 ونص وليت فاهم الفيزيك وتعجبني شي حاجه مثل الفيزيك، وماشي غير الفيزيك حتى الشيمي اللي كرهتها انا في الباك وما جاوبت فيها حتى شي سؤال في 2012. شوف الفرق كيفاش داير، فقط بالاستاذ. الاستاذ الا كان كيحبك في ديك الماده راه حتى تولي تتبغيها وتولي تبغي تقراها وتبغي تعطل معاها بزاف، ماشي مشكل. اوكي، مجموعه ديال المعتقدات اللي خاطئه، وجيب لي اي معتقد عندك على الرياضيات نقول لك انا شنو هو اللي صحيح ونقول لك حتى كيفاش تصحح هذاك المعتقد. دابا غادي ندوزو لحاجه اللي مهمه بزاف، وهي انه الرياضيات راه ماشي هي حفظ التمارين. ديما تنقولها القضيه ديال انك تحفظ التمارين واحد لوقيته في واحد الاعوام كانت مسلكه، كانت مزيانه، كانت خدامه، وكانوا بزاف ديال لي ستوديون خدامين بها وكانت مسلكه. يعني بنادم كان كيضرب 17 16 عادي راه كيحفظ غير التمارين. ولكن دابا لا، دابا مع الاعوام الاخرى ما بقاتش هاد القضيه ديال الحفظ ديال التمارين. يعني دابا رجعوا للباك ديال شحال هادي اللي كان على حقو طريقو كنتي كتجي وتراجع ولا باز وكلشي. دونك اول حاجه خاصها تكون عندك باش ان يكون عندك المطناضي هي هادي، هي لا باز. دونك هادشي هو اللي غديروا ان شاء الله في هاد الدوره المصغره. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد القواعد الاساسيه. كاين شي حوايج لي باز لي باز ما يمكنش تنقص. دونك تخيل معايا، تخيل معايا انه واحد كيقرا في الاولى ابتدائي وغنجيو عندو غنقولوا ليه ليميت ديال لوغاريتم في اكس كيمشي بلس لانفين، راه يبقى غير يدور في عيني، راه ما غيفهم حتى شي حاجه. ولا قلتي ليه بانك غتقرا هذا الشيء في الباك من مورا واحد 11 عام ولا 12 عام راه يحماق، يقول لك لا حبس صافي انا ما بقيتش بغيت نقرا كاع هذا الماط. علاش؟ حيت هو باقي في 1 زائد 1 وباقي ما افونسيش. 1 زائد 1 تساوي 2 هي اللي عنده دابا هو في راسه، ما عندوش حوايج اخرين. وباش ينقص من ديك 1 زائد 1 تساوي 2 لانه يمشي ليميت ديال لوغاريتم ولا ديال الاكسبونونسييل خاصو سنوات وخاصو واحد الدروج يدوز منها عاد باش كنوصلوا للغاريتم كنوصلوا للاكسبونونسييل. كاين بزاف ديال الناس اللي بيتيت في واحد السنوات ما كانوش عندهم اساتذه مزيانين، كاين مجموعه ديال التلاميذ اللي واقيلا في واحد الوقيته كان مراهق كان مدا في حوايج اخرين ما كانش كيتسوق ديك الساعه للدروس، كاين اللي ما بقاش كيدخل للدروس، كاين اللي صافي الماط ما كرهو، كل واحد والقصه ديالو كيفاش دايره. وفي هذوك الاعوام تكريات واحد الثقبه، يعني تكريا واحد الفراغ اللي خلى على انه اي حاجه جات من مرة داك العام ما كتدخلش، وكيحس براسو بانه عيان وكيقول بلي الماط ماشي ديالي ومشى عليا الدران. انا كنقول لك بلي مشاش عليك الدران، مازال الوقت، مازال فين تريكوبير، خاصك غير ترجع للاباز وما تعطلش فيها بزاف، تاخذ فيها ليسونسيال اللي باغي ومن موراها تكسيري في داكشي اللي عندك. دونك هاد القواعد الاساسيه مهمه 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 جدا. وانا حاولت في هاد الدوره المصغره انني ندير جميع الحاجات اللي غادي تحتاج في سميتو في الباك، جميع جميع الحاجات. يعني ما تحسش انك ترجع للور وتمشي تقرا السابعه ولا الثامنه ولا التاسعه ولا حتى الصينكيام، كاع داكشي كامل اللي غادي تحتاج حاولت ما امكن ريزومي لك في هاد الدوره هادي. دونك فوالا، هادي هي اول حاجه خاصها تكون عندك الا بغيتي الماط يكون عندك ناضي. انا كنلاحظها فيا، علاش انا عندي مع الماط بزاف؟ عند القواعد الاساسيه كامله عندي، يعني ما كنغلطش فيها، ماشي غير انه عندي دوك القواعد ولكن سريع فيها، يعني دغيا كتبان لي. وباش كتجي السرعه بالتمرن، يعني كتزيد التمرن بزاف. الوغ اول حاجه هي القواعد الاساسيه. ثاني حاجه
هي حفظ الخاصيات. شوف كاينين مجموعه ديال الخاصيات في الماط، وهادشي كنهضر دابا على الباك. في الباك راه الا ما كنتيش حافظ خاصيه راه ما غتجاوبش على واحد التمرين اوتوماتيكمون 100%. تنقول لك 100%، نعطيك شي اكزامبل ديال شي خاصيه بحال التي في اي. التي في اي الا ما كنتيش حافظها، يعني عارف شنو هما الشروط ديالها وكيفاش غتطبقها، راه امبوسيبل انك تجاوب لي على واحد التمرين في التي في اي. امبوسيبل تنقول لك، ما يمكنش. خاصك تكون عارف ديك الخاصيه. الا ما كنتيش عارف باللي لا ليميت، راه فاش كتكون راه هي واحد، راه ماشي جوج ديال ليميت، ماشي ثلاثه. الا ما كنتيش عارف هاد الخاصيه راه غتغلط عاوتاني في واحد التمرين. فكاينين مجموعه ديال الخاصيات اللي خاصهم يتحفظوا. تنقول خاصك تحفظوا، ماشي تقولها خليتها نحفظها ولا فاش تجاوب على التمرين تبقى تحط حداك ديك الخاصيه. لا، خاصك انك تكون شاد ورقه خاويه ونقول لك شنو هي ديك الخاصيه وتكتبها لي. وخاص فاش يتحط لك واحد التمرين تعرف كيفاش تخدم هذيك الخاصيه. دونك شي حاجه اللي ضروريه في الماط، ما تقولش لا ما كنقدرش نحفظ هذه. لقى شي طريقه، كاين بزاف ديال الميثود اللي كنبارطاجيهم في لي فورماسيون ديالي، سواء اسرار التفوق الدراسي سواء في الاكاديمي ديال لي زيليت، اللي كنعطي فيه طرق تطبيقيه غير بالضحك بالنشاط، وانت فرحان كتقدر تحفظ مجموعه ديال الحاجات. دونك خاصك تحفظهم، حفظهم بالطريقه التقليديه كما حفظهم بالطرق اللي كنهضر عليهم انا. دونك ضروري الخاصيات خاصك تحفظهم، حتى هما بيلي باغمي كاع لي بيلي ديال انه يكون عندك معلومات مزيان. ثالث حاجه هي المنطق، وهذا المنطق ما كيجيش عشوائيا. الا ما كانش عندك مع لا لوجيك واحد البروسيس اللي كتبعو باش تجاوب على واحد التمرين، فراه خصك واحد، خصك مجموعه ديال التمارين باش تولف، يعني بشويه كيجي. وهنا المنطق كنقصد به باللي فاش كنشوف واحد التمرين ماشي عا كنجيو كنبدا نجرب نجاوب، لا ما كاينش. في الاول نقدر نكونو كنديرو، ولكن مع المده كتولي ديك الساعه فاش كتشوف التمرين كتولي كتقول هاد التمرين غيقول لي غندير هاد القضيه، ومن مره ندير القضيه غندوز لهاد ليطاب، ومن مره هاد ليطاب ندوز لهاد ليطاب، وفي الاخر غنوصل للنتيجه. عندك واحد البروسيس، عندك مجموعه ديال الخطوات كديرها باش توصل لواحد النتيجه. فهنا كنعطي ليكزامبل ديال الكالكول ديال لي ليميت، حساب النهايات. فبزاف ديال الناس كيسحب لهم باللي كنحسبوا النهايات بعشوائيه، يعني كنجي غير كنبقى كنجرب وصافي. لا، عندي واحد البروسيس اللي كنتبعو. دونك بزاف ديال الناس كيقولوا واه كيفاش نجاوب على واحد لا ليميت، راه كاين بزاف ديال الحوايج، راه كنشونج مود فاريابل، كاين مثلا انني نستعمل واحد الخاصيه في لوكور، كاين بزاف ديال الحوايج. فانا كيفاش نقدر؟ خاصك بروسيس، خاصك واحد جوج ثلاثه اربعه كتطبقها عاد بجيك ساعه كتوصل لهذيك النتيجه. وهذه كاينه في الماط بزاف، يعني بحال واحد الالغوريثم، بحال واحد البروغرام اللي خدام كيتيستي كيشوف واش كاين هذه كيدير هذه، الا كاين هذه كيدير هذه، يعني عنده مجموعه ديال الطرق اللي تيدوز منها. وهذا البروسيس هذا كيفاش ما كيجيش دغيا، وانما مع المده. علاش كنقول لك هذا الشيء؟ حيت ان شاء الله في الامتحان اللي غادي تدوز في الوطني ما تيعطيوكش عرض عليا الخاصيه ولا كيقول لك حسب ليا ولا شي حاجه اللي بسيطه، لا، تعطيك واحد التمرين، واحد السؤال اللي خاصك تجاوب عليه. وداك السؤال راه ما كيكونش السؤال اللي كتجاوب عليه في البلاصه، سينو غتكون عليه 0.25 وغادي تدوز، ولكن كيكون سؤال اللي عليه 0.75، عليه نقطه اللي خاص مجموعه ديال الحوايج اللي تطبقوا باش انك توصل ليه، ماشي غير حاجه وحده. وباش كتعرف انت بلي غتخدم بدوك مجموعه ديال الحوايج كيكون عندك واحد البروسيس، خدمتي بزاف ديال التمارين في هذاك البروسيس، خدمتي واحد التمارين جديده وبقيتي كتجرب بزاف ديال الحوايج عاد باش طحتي على هافوال البروسيس اللي خدم. بحال شي واحد كيكون كيلعب البيار، فغالبيه الواحد اللي كيكون كيلعب عشوائي كتلاحظ بلي ديما كيحصل، يعني ديما كيضرب وحده كيطيحها ولكن موراه ما كيعرفش شنو غادي يدير. العكس ديال واحد اللي متمرس، اش كتلقاه كيدير؟ كتلقاه شاف الطابله، يعني كاين سبعه ديال الكواري، وكتلقاه طيح الاولى وداتو للثانيه وطيح الثانيه وداتو للثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وفي الاخر ساله. علاش؟ حيت عنده واحد الخطه، عنده واحد البروسيس، عرف بلي الا بغى يسالي الطابله خصو يدوز من هنا يضرب هذه الثانيه والثالثه والرابعه ودي، يعني ما كيحصلش. علاش؟ حيت عنده بروسيس. اجوك الناس اللي كيكونوا واعرين وبروفيسيونيل، خاش كتعطيه لاكان صافي ديك الساعه، سالات الحفله صافي، ما يعطيكش هو ديك الساعه صافي، تيضرب النوار ديالو وسال الطرح. العكس ديال واحد اللي كيكون غير اماتور كيضرب وحده صافي وتيحصل، ولا حتى الاولى ما تيطيحهاش. اوكي، هذا هو الفرق، هو انه الاولاني عنده بروسيس والثاني ما عندوش واحد البروسيس. هذه ثالث حاجه. دابا غادي ندوزو لرابع حاجه، واللي هي خاصك تكون عندك واحد الطريقه اللي تخلي على انك ديما الحساب ديالك تيكون صحيح، يعني ما خصكش تكون كتغلط، خصوصا كنهضر على سيونس مات. جو بونس بلي في سيونس مات كالكولاتريس نو اوتوريزي، واقيلا لا، في الفيزيك واقيلا اوتوريزي، ما عقلش مزيان صراحه. حيت في الفيزيك واقيلا علاش اوتوريزي؟ حيت كيخدموا بها بداكشي ديال الاحتمالات، يعني البروبابيليتي كيكون في هذاك السي ان كا وكذا، واقيلا ما عنديش فكره، مي كنقول واقيلا في سيونس مات جو بونس با بلي كاينه هاد القضيات. يعني خاصك تكون غير بالكالكول مونطال، يعني بالحساب ديالك تعرف تخرج داكشي صحيح، يعني ما تكونش تغلط، ماشي ناقص واحد زائد جوج دير ليا زائد ثلاثة، غير هادشي البسيط. انا كندوي على شي حاجه بسيطه، غير الديريفي ديال اكس دير ليها اكس، لا الديريفي ديال اكس هي واحد.
خصو يكون عندك ديما انك كتجيب ديك الحاجه صحيحه. ما نقولوش 100% ديما، ولكن على الاقل خاصك تكون في واحد 97% 98%، يعني فايت 95%، يعني الهامش ديال الخطا هو فقط 5%. هكا خصك تكون كتفكر، الحساب ديالك خصو يكون في معظم الاوقات صحيح. تقول لي وكيفاش؟ تمارين 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 تمارين، وهادشي اللي حاولت انني ندير بزاف في هاد الدوره ديال سميتو ديال الاساسيات، انه نقوي لكم التمارين بزاف باش تعودوا على انك تخطا وتعاود تخطا وتعاود، حتى في الاخر ما تبقاش تخطا. في ما لقيتي شي تمارين حاول تخدم، كنتي جالس ما عليك ما بيك جبت شي تمرين خدمه، ما تبقاش تضيع الوقت باش هكا كتبقى ديك الساعه كتعلم ما تخطاش. وكاين بزاف ديال لي زاسوس اللي غيعاونك اصلا باش انك ما تخطاش، كاين شي حوايج باش تبقى عاقل عليهم، كاين بزاف ديال التويشيات. من غير انك خصك تجاوب صحيح خاصك السرعه. راه الامتحان ديال الباك راه نقدر نعطيه لك في سيمانه تجاوب عليه كامل صحيح وتجيب 20 على 20، نقدر نعطيه لك في يومين تولي تجيب فيه 16 على 20، ولكن الا عطينا لك في 3 سوايع تقدر تجيب فيه 4. علاش؟ حنتقيل بزاف الجواب ديالك. فمن غير انه الواحد يقدر يكون عارف خاصيته ويعرف يجاوب، خاصها تولي عندك واحد الحاجه اللي سميتها السرعه. هذا الشيء كتريني عليه، كتجي كتحط امتحان هما عاطينك 3 سوايع في الناسيونال ولا 4 سوايع، انت كتجاوب عليه في ساعتين، كتحاول تزرب لو ماكسيموم، حيت مع الزربه بزاف ديال الناس كيغلطوا. دونك حنا من غير انه نجيبوها صحيحه خاصنا السرعه، يعني خاصنا السبيد وخاصنا الاكوريسي، يعني خاصها تكون السرعه عندك زائد يكون داك الشيء صحيح، ما تكونش كتغلط بجوج ديال الحوايج. حتى نهار الامتحان راه عطينا 4 سوايع، عطينا واحد المده ماشي كانوا يسالوا خدموا فرض منزلي وجدوه جيبوه لينا. هذه بزاف ديال الناس كيكونوا كيجاوبوا صحيح، كيقول لك انا كنخدم في الدار من الاول ديال العام وانا كنخدم، ولكن ما معودش على انه يخدم في 4 سوايع، ما معودش انه يخدم في الضغط. داكشي علاش كيدير بزاف ديال الاخطاء، داكشي علاش كيتلف، داكشي علاش كيصحاب ليه بلي الماط كامل مشى هو اصلا ما مشاش، غير هو ما مولفش انه يخدم تحت الضغط. خاصك تولف على هذا الشيء، وما تنساش بلي الفروض راه ما كيعاونوكش في الناسيونال. الفروض راه كتكون فيهم في الغالبيه ساعه ونص، ساعه و45 دقيقه حتى ساعتي، اما الامتحان راه كتكون فيه 3 سوايع 4 سوايع. وبزاف ديال الناس ما كيكونوش مولفين على هذا العدد ديال الساعات، مولفينش انهم يخدموا فيها. تقدر تخدم في 4 سوايع تمرين واحد، ولكن باش تخدم ليا امتحان وطني كامل فرات السوايع راه قليل قليل اللي كيوصل ليها. دونك خاصك تريني عليها جاي. من مورها غادي ندوزو لاخر حاجه، وهي التمرن على جميع الحالات الممكنه. بمعنى اخر راه ميمكنش انت تكون كتخدم لي نفس النوع ديال التمارين ملي غيجي واحد الامتحان ولا يجي واحد الفرض وغتبدا تدوز وتقول وهذا الشيء ما قريتوش. لا ماشي ما قريتيش، غير انت ما تمرنتيش عليه. داكشي علاش حنا كنخدموا جميع الحالات الممكنه اللي غتقدر ولا بوسيبل انها تحط. ميم نقدروا نمشيو بعيد نديروا الكومبينيزون ديال، يعني يقدروا في واحد التمرين يحط لك واحد الحاله مع الحاله جوج مخلطين، كلشي يتوقع كلشي ما دير بحال هكا، في بزاف ديال لي بوسيبيليتي. فانا شنو كندير؟ كنعرف كاع الحالات اللي كاينين ممكنين، اما نقدر تكون شي حاله اللي جديده، ولكن هادشي ما كيعنيش باللي نهار الامتحان اللي تحطت ليا راه صافي كنقول بلي هادي راه صافي جديده ما عمري ما خدمتها. لا، تقدر تكون ساهله غير انت بانت لك بانها جديده، تقدر تكون غير واحد الخاصيه في الاول الا فهمتيها صافي التمرين كامل غادي يخرج، وانت غادي تقول بلي هادشي جديد ما عرفتش كيفاش غادي ندير ليه. دونك هذه اساسيه انك تخدم بزاف ديال النوع ديال التمارين، ما تبقاش تخدم ليا نفس النوع ديال التمارين. اكي اللي كيمشي كيبقى يخدم بزاف نوع واحد، راه كيحفظ هذا، راه ماشي كيتريني العقل ديالو. داكشي علاش خدم بزاف، سورتو الا كنتي سيونس مات، سورتو الا كنتي سيونس مات. علاش؟ حيت سيونس مات ماشي نهار الامتحان غادي تلقى كاع داكشي اللي قريتي في حاله واحده، لا، يقدر في حاله واحده يكون واحد الحاجه صافي، هذيك الحاجه اللي خصك تكون ضابطه. دونك تخيل معايا انت مشيتي راجعتي واحد الحاجه اللي ما تحطاتش ليك، غادي تجيك صعيبه باش انك تجاوب عليها. داكشي علاش حاول ما امكن انك تخدم ماكسيموم، وكل حاله تعرف شنو هي لي زاسوس ديالها، تعرف كيفاش تتعامل معها، تعرف البروسيس ديالها. دونك هادشي اللي كاين. ونسى عليا شي حاجه سميتها حفظ التمارين. الا مشيتي بلا غيغل ديال انك كتحفظ التمارين، انا كنقول لك من هنا من عندي راك ما غاتجيبش مزيان، خصوصا بهذا السيستم الجديد ديال هذا الماط اللي كيحطوا دابا. مشى داك الماط ديال الحفاظه، مشى وتا هاد الحفاظات تقدر تجاوب على نقطه ولا جوج في الامتحان، ماشي كامل، وتقدر تغلط من الاول ويمشي لك سميتو الامتحان كامل. وزائد حاجه اخرى، الا كنتي باغي تابعك لي كونكور، فانا كنقول لك من هنا الحفاظه ما عندهاش فاش تنفعك. فاش كنقول الحفاظه ديال التمارين ماشي الحفاظه ديال لي زاستوس ولا الحفاظه ديال الخاصيات، حيت ضروريين. ما تمشيش تشد لي واحد التمرين وتقول التمرين شوف كيفاش كيخرجوه ونحفظه صافي ونمشي. خص تعرف البروسيس كيفاش تخرج داك التمرين، ماشي تحفظ ليا التمرين. اوكي، دونك هادشي اللي كاين جو بونس في هاد الفيديو الاولى، وهادشي اللي بغيت سميتو لا بغيت نشرح.
كنتمنى انه ما نكونش طولت بزاف، ولكن هذا الفيديو راه ضروري منا، ضروري كان خاصني نديره قبل ما ندوزو الاساسيات ولي باس. وكيف قلت تقدر في داكشي يبان لك باسل وتقول هادشي ندوزو دغيا، لا خويا ما تدوزوش دغيا، حيت مهم مهم جدا كل حاجه غنحطها في هاد الدوره المصغره والا مهمه. يعني عارف علاش حطيت، عارف بانه قدر الى زقلتيها غادي تخطا واحد النهار في الامتحان الناسيونال ولا فاش تكون كتخدم واحد المجموعه ديال التمارين. وكيف قلت الماط راه ماشي غير واحد الماده اللي غادي تدوز فيها الامتحان الناسيونال، والله يعاونك، راه بالعكس تقدر الا مشيتي في الدومين ديال الانجينيور غتبقى تابعك، ولكن راه واحد الماده اللي كتعاون بزاف. انا كنشوف الامباكت ديال هذا الماط في حياتي، كيفاش كنفكر، كيفاش كاناليزي، كيفاش كنلاقي بزاف ديال الاشياء وكنخرج مجموعه ديال الاستنتاجات، سورتو في لا لوجيك ما كنجيش وكناخذ شي ديسيزيون هكاك. الماط والله الا شي حاجه اللي واعره بزاف، خاص غير تلقى اللي حببك هذا الماتو، خاص غير تبدا تحس بالبروغريس، تبدا تشوف راسك بانك كتطور، فقط غير هذا الشيء غيكفي باش انك زعما تافونسي فيه بزاف وتولي كتجيب فيها نقط خياليه. انا تنقول لك ما غاديش تثق في راسك، ما تيقش راسك، بغيت نقول ماشي ما تثقش راسك، ما غاديش تثق في راسك فاش غتشوف بلي واو انا ما كنت كنفهم حتى شي حاجه لدرجه اني دابا كنقدر نجيب هاد النقط هادو كاملين. وسوا كنتي مقاطعتي على الدراسه، سوا ما عرفتش شنو، انا راه 10 سنين ما بيني وما بين الباك، وانا العام اللي فات جبت 19 ونص، فرق كبير من شحال هذه ما قريت داكشي كامل. والفيزيك حتى هو كيف قلت خاص تبقى انه ضروري خاصك تبغي هذيك الماده. كيف قلت اول عامل اساسي هو الاستاذ، وثاني حاجه هي انك خاصك تستمر وخاصك تعرف شنو هما الحوايج اللي غيعاونك فيهم الماط. سينو الا ما كان عندك حتى شي سبب علاش غتبغي هذه الماده، فغيكون اكبر سبب هو هذيك ليكول اللي باغي تدخل ليها، ولا هذيك الميديسين الكليه ديال الطب اللي باغي تمشي ليها وتكمل فيها قرايتك. فتخيل انك هاد المادة هادي لا بغيتيها وحبيتيها وخدمتي ليها، راه غادي تعاونك في الحلم ديالك. يعني بزمنك ديك الساعة خصك تخدم، بزمنك خصك تبغي، حيت ما كتشوفش فيها واحد المادة ماطير غندوزها مشكلة كذا، وإنما واحد المادة اللي غتعاونك في الطريق. راه قلت لك نقطة فيها راه كتسوى بزاف، خصوصا إلا كنتي سيونس مات. هادشي اللي كاين، كنتمنى انك تخلي الفيدباك ديالك بخصوص هاد الفيديو الاولاني، كنتمنى انك تصيفط لي ميساج وتقول لي يوسف شكرا بزاف على هذا الفيديو، وضحوا لي فيه بزاف ديال الامور ما كنتش عارف هادشي كامل، واعطيني راي ديالك، اش بان لك فهادشي اللي قلت، واش صحيح واش ماشي صحيح، جو سي با شنو الراي ديالك، شنو المعتقدات ديالك اللي كانت عندك خاطئه، شنو الحاجه اللي استفدتي من هذا الفيديو. الله يحفظك، راه كتموتيفيني يعني كتشجعني باش انا نزيد فيديوهات اخرين. سينو الا شفت بلي ما كاينش واحد التجاوب، شفت بلي قلال فريمون الناس اللي فريمون مهتمين بهادشي اللي قلت، فما كاينش لاش فهمتي، يعني غنحبس هادشي، ما كاينش اش غادي نكملو، حيت ما كاينش واحد الاهتمام. يعني كنحس باللي كنكب الماء في الرمله، كناخذ من الوقت ديالي باش نصاوب هادشي، ولكن شكون اللي كيستافد منه في الاخر؟ واحد ولا جوج؟ راه مزيان واحد وجوج، ولكن انا في ديك الوقيته نقدر ندير بزاف ديال الحوايج اخرين لواحد الناس اللي مهتمين، بلاص ما نعاون غير واحد ولا جوج ديال الناس، حيت انا الوقت ديالي راه عامر، ماشي انا الوقت ديالي غير خاوي وما كندير حتى شي حاجه. دونك هادشي اللي كاين، غنخلي لك واحد النمره ديالي في واتساب لتحت، تقدر تصيفط ليا فيها اي حاجه بغيتي، ما عندي حتى شي مشكل. تري بون كوراج، الله يسر ليك والله يوفقك، ونتلاقاو في الفيديو الاولى ان شاء الله. المقدمة ديال دورة أساسيات الرياضيات اللي هي واحد الدورة فيها بزاف ديال الفيديوهات واللي كتحاول ما أمكن أنها تعاونك ترجع لي باز ديالك من الابتدائي، من القسم الأول حتى الثانية بكالوريا، لجميع الشعب، سواء الشعب العلمية ولا الشعب الأدبية، حتى سيونس مات هي ممكن الناس ديالها يستافدوا من هاد لا فورماسيون. إذا كنتي مهتم وباغي تفرج في هاد لا فورماسيون اللي غراتويت فابور، تقدر تفرج فيها كاملة، والأكسي ديالها كاين في واحد الويب سايت، فتبع معايا حتى الاخر ديال الفيديو. الله يخليك، الله يرحم لك الوالدين، تبع هادشي كامل اللي غادي نوريك خطوه بخطوه، سواء عندك البيسي سواء عندك التليفون راه ممكن انك تستفد منها، غير هو تبع مزيان. واول حاجه غادي نشير لها هي انه لا فورماسيون راه ما كايناش في تيليجرام، لا فورماسيون كاينه في الويب سايت ديالي، دونك غادي تستفد منها ملي غيوصلك لاكسي. المهم غير تبع معايا الفيديو وما تحاولش تسكيبيها، حيت ملي غادي تدوزها وغادي تحاول انك تمشي دير داكشي راسك، في الاخر غتجي عندي وغتصيفط لي ميساج تقول لي ما وصلتنيش لا فورماسيون. سينو الا طرا لك شي مشكل من القدام، رجع لهاد الفيديو هذيك راه شارح فيها داكشي بالتفاصيل. دونك اول حاجه كندخلوا سميتو الويب سايت، ها هو ديجا هنا، غتلقاه في غتلقى له اللينك في سميتو في الديسكريبشن، غادي تهبط هنا لتحت، غادي تلقى غتلقى هاد البلاصه هادي، غادي تكتب فيها الكنيه والسميه ديالك، من ورا غادي تكتب هنا لادريس ايميل اللي غيوصلك فيها ولا اللي غتوصلك فيها لا فورماسيون. ابخي غادي تكليكي هنا على بغيت تستافد من الدوره دابا، دونك غادي تكليكي عليها. دونك اون فوا كليكيتي على هذيك لاباج غادي يطلع لك هادشي.
هذا غير واحد سميتو واحد البونوس. الا بغيتي تدخل لواحد الجروب تيليجرام فين كنعطي فيه مجموعه ديال النصائح بخصوص الباك وكيفاش تبريباري ليه وكيفاش تحفظ وكيفاش تراجع الدروس ديالك والموتيفاسيون داكشي كامل، فممكن انك تدخل. سينو راه تقدر ما تدخلش زعما عادي. واش الفورماسيون كاينه في هذا الجروب تيليجرام؟ لا. دونك اجي دابا نمشيو للجيميل فين غنلقاو لاكسي هذيك لا فورماسيون. غادي تجي غادي تكليكي هنا على الانبوكس ديالك في الجيميل، كاين ثلاثه البلايص اللي خاصك تفيريفي فيهم اللي يقدر يكون فيهم الايميل وصلك. اول حاجه هي كتكليكي على هذا الانبوكس وهذا البرايمري. ها هو الايميل وصلني ديجا، هنا وصلني في البرايمري، ولكن واش كلشي يقدر يوصل في البرايمري؟ لا. غتشيكي ثاني حاجه هي البروموشنز، هي هذه البلاصه هذه. قلب في هذه البلاصه ديال البروموشنز شوف واش كاين. الا ما لقيتيش في البروموشنز ديك الساعه تمشي لثالث بلاصه واللي هي سبام، وكتكليكي لهاد البلاصه الثالثه. دونك شوف اللوغو ديال سبام كيفاش داير، حيت تقدر تكون عندك انت شي لغه اخرى. شوف الانبوكس حتى هو البرايمري، شوف اللوغو كيفاش داير، وشوف البروموشن حتى هي اللوغو كيفاش داير. تشيكي هاد ثلاثه ديال البلايص. الا ما لقيتيش في ثلاثه البلايص ديك الساعه سوا انت الايميل ديالك كتبتيه غلط ما كتبتيهش صحيح، مي سينو راه يكون وصلك في هاد ثلاثه البلايص. في الغالبيه راه هو كيوصل في البروموشنز ولا سبام. انا هنا واصلني في البرايمري. دونك تكليكي هنا، ان فوا كتكليكي تيطلع لك بحال هكا، هذا هو الايميل اللي تيطلع. كتكليكي على داك اللين اللي كاين الثاني، حيت هذا قال لك غير لو نون ديتيليزاتور ديالك اللي غادي تدخل به. دونك هنا قال لك سيدي كليكي باش انك تكونيكت. هنا غادي دير واحد المود باس اللي غتولي تدخل به ديما. دونك هذا المود باس هذا ضروري ما خصك تحافظ عليه، وغتعاودو جوج مرات. مثلا غنختارو دابا واحد المود باس وغادي نعاودو جوج مرات، هو اللي غنبقى ندخل به. هنا قال لي المود باس بانه صغير فخاص يكون فيه على الاقل 12 كاركتير. دونك راه غنزيد نكبر شويه المود باس. دونك فوالا دابا انا دخلت دابا لا فورماسيون، دخلت دابا الويب سايت. اش غادي ندير؟ غادي نكليكي على هاد فوار ولا اوبن على حساب، شوف انت اللغه اللي غادي تطلع لك. اون فوا غتكليكي على فوار صافي، انت دابا دخلتي لا فورماسيون. ها هي الانترودكسيون اللي تفرجتي فيها ديجا في سميتو في يوتيوب، ها هي كاينه. كيفاش كتنافيغي؟ كتسالي الفيديو كدير تيرميني. اون فوا كتسالي كدير تيرميني كتوزك الفيديو اللي من موراه. دونك انا مثلا هذا غير لو كونتاكت، غدير عاوتاني تيرميني، غادي ديك الفيديو هاي هنا. ها هو السيبور ديال هنا، بغيتي تيليشارجي بي دي اف، هذا بغيتي تكونتاكتيني في واتساب، ها لابارتي التانية، ها لي زيكزارسيس، وهي غاد. بغيتي تنافيغي من هنا راه تقدر تدخل من هنا. دونك ها هما لي شابيتر كاملين، ها هما لي موديول، داكشي كامل كاين هنا. تقدر تنافيغي عاوتاني غير من هنا تدخل لابارتي اللي باغي تمشي لها انت ديريكت مثلا، مي من الأحسن تبع لوغد. صافي، ولا سينو تبقى دير سويفون بريسيدون سويفون بريسيدون، صافي انت دخلتي. عاوتاني الا بغيتي تدخل لهاد لا فورماسيون غادي ترجع لداك لو ليان اللي وصلك في الايميل وتكليكي عليه وتدخل الايميل ديالك وغادي تدخل المود باس اللي درناه قبيله، وهذه هي الحاجه اللي غتبقى تدخل بها ديما، ومن الاحسن يكون جوجل كروم. دونك هذا بالنسبه للبيسي. دابا ندوزو للتليفون كيفاش يمكن لك تدخل ليه. دونك نفس الحاجه اللي شفنا في البيسي كندخلو من هذاك لو ليان اللي كاين في الديسكريبشن، كنهبطو هنا كنكتبو عاوتاني الاسم، كنكتبو الايميل اوتوماتيكمون، وكنكليكي على بغيت نبدا دابا. دونك اون فوا كتكليكي عليها كيطلع لك عاوتاني ديك لاباج اللي فيها واش بغيتي تدخل تيليجرام جروب ولا لا. دابا غنمشي للجيميل ديالي. دابا نوريكم الجيميل كيفاش كيطلع في التليفون، وفين كاينه برايمري، وفين كاين بروموشنز، وفين كاين سبام اللي شفنا في البيس. فوالا دونك حنا دابا في الجيميل. اول حاجه هي البرايمري. دابا حنا في البرايمري، اون فوا كتحل الجيميل راك في الانبوكس وراك في البرايمري. الا لاحظتي معايا راه كتبان لك تحت ديك سيرش ان ميل راه برايمري مكتوبه في الجنب، راه هي تبان لك. دونك هنا وصلني هنا في البرايمري، شتي نقول لك كي هنا غادي يطلع لي مزيان. فين كاين البروموشنز؟ ها هي الفوق مكتوبه بروموشنز، يعني يكفي انك تكليكي عليها. صافي انت دخلتي دابا البروموشنز. دونك فيريفي واش وصلك هنا الا ما لقيتيش في البرايمري. سينو البروموشنز راه نقدروا ندخلوا لها من هاد الثلاثه التشريطات اللي كاينين الفوق، تكليكي عليهم. ملي تكليكي عليهم طلع لك ثالث حاجه، كاين برايمري وكاين السوشيال وكاين بروموشنز. دونك كتكليكي على البروموشنز. دونك هذه طريقه اخرى باش تدخل البروموشنز. شنو بقى لينا دابا لما لقيتيش في برايمري وما لقيتيش بروموشنز؟ هي سبام. نعاود نكليكي على ثلاثه الشريطات اللي كاينين فوق حتى سيرش ان ميل، غادي تهبط لتحت غتلقى واحد الحاجه سميتها سبام مايك داشناي، غادي تكليكي وغتفيريفي حتى هنا واش وصلك الايميل. حنا شفنا بلي هنا انا وصلني الايميل في البرايمري، دونك نرجع للبرايمري نكليكي هنا، غنزل هنا غادي نكليكي على هاد كليكي ايسي بور فو كونيكت. دونك نكليكيو عليها. من الاحسن دير جوجل كروم،
ولا سفاري، المهم يكون نافيغاتور بحال دابا مثلا ملي كنكليكي على سفاري نعاود نكليكي عاوتاني هنا باش يديني للنافيغاتور. من احسن تخدم في نافيغاتور باش ما يمشيش كلاكسي واش تقدر تدخل لي من بعد. دونك كليكي على لوغين نورمالمون خاصها تعطيني ديريكتومون انا ندير مود باس جديد، مي بويسكو درتها في البيسي دونك ما عاودتش عطاتني. دونك دابا غادي نوريك حتى الطريقه دابا كيفاش كتعاود كتدخل بحال هكا، غتكتب الايميل ديالك وغادي تكتب مود باس. دونك اي فوا كتبتي المود باس غادي تكليكي على ساين ان. اين فوا كليكيتي على ساين ان هاي خرجت لا فورماسيون بحال بيسي، غادي تكليكي على غوبخونت ولا اوبن ولا شنو يطلع لك هادي بالزرق. صافي انفو دخلتي نفس الحاجه عاوتاني طلع لينا بحال ديال البيسي، تقدر تنافيغي من هاد ثلاثه الشريطات اللي كاينين الفوق هما اللي كليكيت عليهم. دونك انا درت مثلا الفيديو ديال لابارتي الاولى، دونك تقدر تفرش الفيديوهات بحال هكا ابري تقدر تيشارجي لي بي دي اف وتبقى غادي بحال هكا سويفون تيرميني سويفون تيرميني سويفون تيرميني سويفون راه كيبقى شي دوز. سينو لبغيتي واحد الشابيتر بريسيزامون دوز لي راه غتجي من هنا وتبقى تنافيغي. وهكا انت دخلتي لا فورماسيون وتفرج الفيديوهات كامله. دونك هادشي اللي كاين نتمنى انه الشرح يكون استفدتي منه، عرفتي دابا كيفاش تقدر تدخل. تهلا ليا فراسك كنشوف فيديو جديد.